حياكم الله حبايب الطيبين، وهذا فيديو جديد حبايب. اليوم هذا الفيديو عن الإضاءة، ويعني مو الإضاءة أنواع الإضاءة لا، وإنما أوقات اللي نطيها للطيور تنام بيها، والأوقات مال الإضاءة يعني إيش قد يكون وقت النوم وإيش قد يكون وقت الإضاءة وشنو الشيء المناسب بالليل. حبايبي بالنسبة لي بشكل شخصي، يعني هذا الكلام اللي راح أحكيه بالفيديو هو هذا، يعني الأسئلة اللي تجينا من الأخوة يقولون شنو النظام اللي تتبعه، وهذا النظام اللي أتبعه أنا بشكل شخصي. يعني هذا النظام مو نظام خاص يعني لازم أفرضه عليك، يعني حتى ما حد يعلق يقول لا مو هيك الموضوع، أنا عندي طيور تتبيض وتتكاثر، لا هذا النظام نظام خاص بي، وهذا رأيي، وهذا يعني رأي أغلب المربين اللي يربون طيورهم بطريقة يعني مو طريقة الاعتيادية إنما بطريقة أفضل، هو هذا يكون دائما رأيهم، وهو هذا الرأي الصحيح. طبعا أكيد كل واحد له وجهة نظره وله تجربته، فنحترم كل التجارب، يعني اللي يكون صاحب تجربة على الرأس، بس اللي يكون يحكي من جيبه أكيد هذا شخص ما مرحب به وحتى ما أريد مداخلته، بس اللي عنده تجربة واللي عنده خبرة في هذا الموضوع ينورنا حبايبي. طبعا تصير مشاكل هواي، انه واحد يقول عن طيوري تعبانة، طيوري بالنهار ما عندها نشاط قوي، ما عندها رغبة بالتزاوج. احكي لكم شنو النظام اللي اتبعه بالنسبة لي بشكل شخصي. النظام اللي اتبعه هو نظام الاضاءة الطبيعية، ووقت نوم الطيور هو نومها بالطبيعة. هذا احكي لكم بالنسبة للطيور اللي خارج البيت، اما بالنسبه للطيور اللي داخل البيت فانت تنظم اضاءتها. طبعا بالنسبه اللي خارج البيت، الطيور تقعد عندي من النوم وقت شروق الشمس، يعني من يبدا ضوء الشمس ينزل على القفص او الضوء الاعتيادي، يعني الطيور تبدي تشوف هنا، يكون هو وقت بدايه يوم الطيور من الفجر. وقت ينامن الطيور، الطيور ينامن المغرب، يعني من تغرب الشمس يبدي غروب الشمس يطلع علينا، هو وقت نوم الطيور. هسه بعض الأخوة يقولون يعني واللي عندنا فراخ، حتى اللي عندنا فراخ، الطيور طبعا متعودة عندها ساعة بيولوجية خاصة بها، متعودة الطيور تنام وقت تنام المغرب، ما دام راح تنام فالطيور تبدي تاكل الأكل مالتها، الوجبة الأخيرة قبل النوم، هي تعرف تشوف الشمس بدأت تنزل، سبحان الله يعني يصير توقيت للطيور تنزل، أشوف إن كلهن ينزلن نفسنا، ينزلن بأول الصبح ينزلن كلهن على الأكل، ويصير عدهن يعني توجه قوي للأكل، ويروحن يزقن أفراخهن، وخلص الأفراخ تنام والأمهات تنام، وصار وقت قيلولة، فبعد الأفراخ ما تحتاج زق، بس إذا خليت الإضاءة مشتغلة أكيد راح تبقى الأفراخ تهضم وتبقى جوعانة وتحتاج الزق، بينما انخفض ضوء الشمس تخلي إضاءة خفيفة. إن شاء الله راح أصور لكم إياها نهاية الفيديو، أخلي لكم القفص مالتي وضعيتها بالليل شلون تكون وشنو وضع الطيور عندي إذا انتهى يعني الضوء. طبعا والهدف من الإضاءة الخفيفة حتى إذا صارت هوسة مثلا أو صار صوت لو فزت الطيور، من تفز تقوم تضرب ناس بناس، تعور بالسيم، ممكن أكو طيور تتأذى من موضوع يعني من صارت فزة، مرات لو مثلا اكو باب قريبة تنضرب، الطيور تفز مرات من وحدها، فاذا فزت الطيور من وحدها ايش راح يصير؟ راح تصير شوشرة بالمكان، اللي داخلات نايمات على بيض، لو اللي عدهن افراخ ونايمات عليهن يطلعن من البياضة، وبعد ما يعرفون يرجعن، وبالتالي البيض يفسد ويتأذى، او الافراخ اللي عدها بيض، يعني الطيور اللي عدها بيض اذا ما قدرت ترجع اكيد راح تتأذى. يبقى موضوع طبعا هو الليل مثل ما قلت لكم، لحد يناقش بهذا الموضوع، لحد يقول لي انا طيوري ما تنام وطيوري ما بيها شيء، هاي الموضوع ممكن ما تظهر اثاره السلبيه بيوم وليله، ممكن على مدى يعني السنوات القادمه تبدا تظهر عندك الاثار، واي مشكله تكون عندك بالطيور يعني اغلب المشاكل هي بسبب قله النوم. هاي بالنسبه للناس اللي يقولون احنا ما عندنا مشاكل وطيورنا عادي ليل نهار قاعده، يعني هو انت رب العالمين ده يقول لك وجعلنا الليل، بالقران الكريم ده يقول لك وجعلنا الليل سباتا، هو الليل حتى تثبت الكائنات وحتى ترتاح الكائنات الحيه، مو حتى تمارس فعاليات الحيويه، فمو احنا نجي نغير مسار الهي هذا، يعني مو هو هذا الكائن الحي خصوصا الطيور والحيوانات بالطبيعه المغرب ينتهي نشاطها.
بس بعض الاخوه يقولون احنا نستخدم الجلوب الاصفر، اكو جلوب اصفر حراري نستخدم الغرض التدفئه، فشلون اذا طفينا هذا الجلوب ممكن الطيور تتاذى؟ انا افضل يعني ما تستخدمون الجلوب الاصفر، يعني مو ما تستخدموه، انما اشوف لك مصدر تدفئه للقفص غير الجلوب الحراري، حتى الطيور تاخذ راحتها بالنوم ويكون وضعها طبيعي ومستقر. بالنسبة للغرف، بالغرف تستخدم اكو تايمر خاص هو تربط عليه الاضاءة مال الغرفة كلها، وهذا التايمر توقته يعني يشتغل الفجر او يطفي مثلا المغرب او بالعكس، انت تشوف شلون ترتبه وقت نومه طيورك. اكو ناس تخليهن 10 ساعات فقط نوم، اكو ناس 8 ساعات، واكو ناس على الجو الطبيعي، فاكو تايمر يستخدم لهذا الغرض. حبايب الطيبين، طبعا هذا الضوء حاليا خافت بهذا الشكل، الطائرة إذا تطلع من البياضة بالغلط، إذا طلعت بشكل غلط تشوف مو ما تشوف، أكو أضاءة بعيدة كلش. هسه إذا تشوفون الطيور نايمة، أكو طيور جوا، أكو طيور فوق، أكو طيور بالبياضات، كل مكان أكو طيور والإضاءة خافتة جدا خافتة، يعني الطيور نايمة ما أخذ راحتها، وهاي الطيور نايمة بشكل عدل، هي بشكل عدل يعني مو لافة راسها، لكن لا فراسة تعبان سالفته، وإنما الطيور نايمة بشكلها الطبيعي العدل ومغمضة عيونها وكما تغمض عيونها سبحان الله، والإضاءة خافتة جدا، بس الطيور تشوف المكان مو مشوفة. مو أخلي لي جلوب أصفر بنص القفص والطيور تغرد وتسولف وتاكل وتشرب وترجع تزق أفراخها، خطأ هذا الشيء. الشغل الصحيح هو تكون إضاءة خافتة وبعيدة، يعني هسه إذا تشوفون الأرضية مال القفص ما تبين، طبعا هاي لأن الجهاز بيه خاصية التصوير الليلي تطلع، بس الحقيقة الإضاءة أقل من هيك.